السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. مفوضية الأمن الغذائي تطلق من تجمع بورات بولاية البراكرة مشروع برنامج للدعم الغذائي لصالح 60,000 أسرة في عموم التراب الوطني. القوات العراقية تستعيد معظم حي الصوفية وسط الرمادي من تنظيم داعش، وتستعد لمهاجمة حي السجيرية شرقي المدينة. غدات الاعتداءات التي هزت العاصمة جاكرتا الشرطة الأندونيسية تعلن توصلها لمعلومات دقيقة عن منفذ هذه التفجيرات. مرحبا بكم مشاهدينا، نبدأ النشرة من ولاية البراكنة، حيث أطلقت مفوضية الأمن الغذائي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ظهر أمس من تجوع بورات بالولاية برنامجا وطنيا لتقديم العون ل 60,000 أسرة في عموم التراب الوطني. سيستفيد من هذا البرنامج الذي سيتم خلاله توزيع كميات من مختلف المواد الغذائية حوالي 700 أسرة على مستوى تجمع بورات. تدخل هذه المساعدات الغذائية المقدمة من طرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار تعزيز العلاقات الموريتانية السعودية، خاصة في مجال الأمن الغذائي. تجمع بورات بولاية البراكنة كان الانطلاقة الفعلية لتوزيع هذه المواد، سعيا من الدولة لاستفادة المواطنين الأكثر احتياجا. اليوم هنا في إطار انطلاقة عملية نشرف عليها في مدينة في تجمع بورات في ولاية البراكنة مقاطعة تلاك، من أجل توزيع كميات سلة الغذائية مقدمة كهدية من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين. قدمها مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والعمل الإنساني، واخترنا توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تعليمات أنها تنطلق من هذا المكان اللي تعرفوا أهميته لدى القيادة الوطنية، اللي هو تجمع بورات اللي تعطاه تمام كبير، واللي اعتبرنا نموذج يحتذى في تجميع القرى وتمكينها من كافة وسائل العيش الكريم. كل ما كانت هم فرصة يبين على أنهم دعم خاص يقدم لهذا التجمع في إطار مثلث الأمل. رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكد أن هذه المساعدة تأتي في إطار العون الإنساني الذي يقدمه المركز. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين للتحرك إلى موريتانيا، يتابع المشرف العام على مركز الملك سلمان لإيصال المساعدات إلى موريتانيا. هي عبارة عن 60,000 سلة غذائية تستهدف أكثر من 60,000 أسرة موريتانية. إن شاء الله سيكون هناك مرحلة أخرى ونتباحثها مع مفوضية الأمن الغذائي في المستقبل القريب إن شاء الله. تجمع بورات من بين التجمعات السكنية التي أنشأتها الدولة مؤخرا، سعي منها إلى تجميع القرى بغية توفير الخدمات الضرورية المدنية لسكانها. من هذا التجمع يعقوب الصوفي، الموريتانية. وفي مجال الأمن الغذائي دائما، احتضنت مدينة زويرات إشغال ورشة لتقييم حصيلة مشروع دعم الأمن الغذائي لسكان الولاية خلال السنتين الماضيتين. يشارك في هذه الورشة حكام مقاطعة الولاية والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الجهوية بولاية تل الزمور. يهدف هذا الاجتماع الذي يشارك فيه حكام مقاطعة ولاية تل الزمور وعمد بلدياتها ورؤساء المصالح الفنية وممثلو المجتمع المدني إلى تقييم حصيلة مشروع برنامج الأمن الغذائي في ولاية تل الزمور لسنتي 2014-2015 الذي يموله الاتحاد الأوروبي لصالح سكان الولاية بما قيمته 400 مليون أوقية، ووضع خطة مع مختلف الفاعلين في الولاية لتشخيص نوعية وطبيعة التدخلات التي سيقوم بها المشروع في الولاية خلال السنتين القادمتين. مشروع كامل هدف ولا أعلنه يحصل على مساعدة ويتوقف عقب ذلك، هذاك مشروع محكوم عليه بالفشل ومشروع قائم على ذلك اللي نقال لهم التحايل به، اللي أهم اللي خالق فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع هو الإرادة، بعد قاعد توفر الإرادة بالنسبة للقائمين على المشروع في إنجاحه وفي تقدم حياتهم وتحسين
المستوى المعيشي للساكنة والله للمعنيين بذاك المشروع. وشملت مداخلات مشروع الأمن الغذائي في ولاية ترزمور الذي يتم تنفيذه عن طريق منظمة أفريكا سوسانديس الإيطالية ورابطة الأطباء البيطريين الإيطاليين ومنظمة عديد الموريتانية المجال الزراعي والتنمية الحيوانية والأنشطة المدرة للدخل فضلا عن التكوين. وهنا بالعاصمة اختتمت صباح اليوم أعمال الدورة التكوينية الوطنية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحوادث الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، وقد أشرفت على تنظيم هذه الدورة السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع مبادرة مراكز الامتياز المعنية بتخفيف المخاطر الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية التابعة للاتحاد الأوروبي. 5 أيام مضت وانطوت معها أشغال الدورة التكوينية الوطنية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحوادث الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية، أيام استطاع خلالها 22 مشاركا من الفاعلين الميدانيين عن طريق البحث والنقاش ومتابعة العروض بشقيها النظري والتطبيقي أن يعرفوا كيفية التدخل والتعامل مع مثل هذه الحوادث المعقدة. لقد تميزت هذه الدورة بكثرة وتنوع التمارين والمناورات ككيفية الاقتحام وإسعاف المصابين وإجلائهم وأخذ العينات من المواد الخطرة ونقلها للمختبرات، إضافة إلى تدرب على استخدام الأدوات المختلفة كذلك. ونظرا لتعدد هذه الأنشطة فإنني على ثقة تامة من أن دورة كهذه ستمكنكم مستقبلا من الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وحماية أنفسكم من المخاطر خلال الاستجابة. رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفيسور صالح الملاي أحمد ذكر بأن هذا اللقاء يأتي تكملة للدورة الأولى المنظمة أكتوبر 2015 والتي تمثلت في عروض مست جوانب تطبيقية متعلقة بالخطر الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي والنووي، بالإضافة إلى الخصائص المتعلقة بالمتداخلين من حيث الاكتشاف والمراقبة والاستجابة للمخاطر. وأكد أن كل هذه الدورات التكوينية المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر مراكز الامتياز ترمي إلى تعزيز قدرات المصادر البشرية في مواجهة الخطر البيولوجي. السيد ستيفان هريت الخبير الدولي على مستوى مراكز الامتياز أشاد بمستوى تعاطي المشاركين مع العروض المقدمة في هذه الدورة ومدى استعدادهم لاستيعابها بشكل جيد. أما المستفيدون من هذه الدورة فقد أكدوا أهميتها بالنسبة لهم كفاعلين ميدانيين. خلال هذا الأسبوع تلقينا دروس نظرية مهمة وتطبيقية ووسائل حماية وأزنا عدة تمارين، وهذا لا شك أنه يدخل في إطار تكوين الإطار الموريتاني من أجل أن يكون قادر ويتعامل بفعالية مع الحالات الطارئة خصوصا ذات الطابع الكارثي. اختتام أشغال الدورة تميز بتوزيع شهادات تقديرية على المشاركين. يتطلع سكان حي العزيزية الذي شيدته الدولة مؤخرا تعويضا لضحايا حريق الورف إلى تزويد حيهم بخدمات المياه والكهرباء، وذلك لاستكمال برنامج إعادة دمج سكان هذا الحي في نسيج عمراني ملائم. الزميل مختار بابا والأحمد زار الحي وعد التقرير التالي. داخل هذا الحي يبدو أن السنين من المعاناة انتهت بالنسبة لهذه السيدة التي عاشت طويلا في غياهب أحياء صفيح. مريم تملك اليوم كجاراتها وحدة سكنية من 3 غرف تكفي إذا ما اكتملت فيها مقومات الحياة الأخرى كالمياه والكهرباء لإيواء جميع أفراد العائلة. نحن السكان ورف جاي من الشور ورف، الناس المحرقة كنا بنعمل حيط وكوزين ودوش، عندنا ساكنين فيهم ساكنين متهنين فيهم، بنينا في زدنا بكوزين وبيت كنا فاصلين فيه، بعد الله ما كان قاعد عندنا في الساكن مول البرق نحرقوا، خاصنا الماء والخاصنا خاصنا الماء وخاصنا الضوء ما هو عندنا. هذا المشروع من تم انجازه الحمد لله على اكمل وجه، الناس الحمد لله اللي مستفيده منه الحمد لله دخلت كامله وساكنه كامله. كان مهمات اياها كانت 48 اسره، سيئه جات 157، كانوا 8 منها باقين
وذيك الثمانية الحمد لله اللي كانت باقية موية تم الحمد لله تكملتها بالتحاقها بالناس الأخرى والسكنوا الحمد لله الناس كاملة الحمد لله. ما يناهز 170 أسرة استفادت بعد حريق 2014 الذي شب في حي الورف وخلف آنذاك خسائر تدخلت الدولة إثرها بتعويضات متتالية جعلت مستفيدي اليوم ضحايا حريق الأمس يتحدثون عنها بشيء من الأريحية مع تطلعهم إلى الأفضل. المستفيدين كانت 156 أسرة وكانت واقعية كسر البناية من 148 وبتنالها وغركم اللي فقيد بناء الثمانية الأخرى اللي باقي كلها بتنالها بيت بتنالها حياط بتنالها مرافق فترة وجيزة جدا. بعد مرحلتي الترحال والاستقرار في هذا الحي الجديد يبقى اعتماد السكان هنا للحصول على الماء الشروب على العربات التقليدية في انتظار اكتمال المشاريع التنموية الموجهة لسكان منطقة الترحيل. نظمت جمعية بسمة وأمل مساء أمس بنواكشوط حفلا أعلنت خلاله افتتاح أنشطة الحملة السنوية لكفالة ألف يتيم والتي تنوي الجمعية تنظيمها خلال العام الجاري. حضر الأمسية لفيف من الشخصيات العلمية والإعلامية وجمهور من المهتمين بالمجال الخيري. دوليا تمكن الجيش العراقي من استعادة أغلب المناطق في حي الصوفية الذي يمتد من وسط الرمادي إلى أطرافها الشرقية والشمالية، وتقف القوات العراقية حاليا على أعتاب حي السجائرية شرقي المدينة، والتأهب لدحر تنظيم الدولة لاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها وسط الرمادي بالكامل. استعادت القوات العراقية معظم حي الصوفية وسط الرمادي وتستعد لمهاجمة حي السجارية في المدينة، مما قد يمكنها من استعادة وسط المدينة بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية الذي واصل في الأثناء هجماته مخلفا قتلى في صفوف الجنود العراقيين. وقد تمكن الجيش العراقي المدعوم بمسلحي العشائر من استعادة أغلب المناطق في حي الصوفية الذي يمتد من وسط الرمادي الواقع على بعد 110 كيلومترات غرب بغداد إلى أطرافها الشرقية والشمالية. وقالت مصادر مطلعة إن القوات العراقية تقف حاليا على أعتاب حي السجارية شرقي المدينة، وإذا انتزعته من التنظيم فستكون قد استعادت وسط المدينة بالكامل. من جهته قال قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي إن الاشتباكات في حي الصوفية صباح اليوم أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من تنظيم الدولة وجرح 5 من القوات الحكومية، وأن عنصرا من تنظيم الدولة فجر نفسه اليوم شرقي الرمادي فقتل 7 جنود وأصاب 10 آخرين. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل 3 أسابيع تقريبا أن قواتها سيطرت على أجزاء من وسط المدينة التي اجتاحها تنظيم الدولة في مايو الماضي، إلا أنها واجهت خلال تلك الفترة هجمات دامية وتقدمت في المدينة ببطء بسبب الألغام والقناصة والعربات الملغمة. أعلنت حركة الشباب المجاهدين أنها قتلت أكثر من 60 جنديا كينيا أثناء اقتحامها قاعدة للقوات الإفريقية جنوب غربي الصومال. وأكد الناطق باسم الحركة أن مقاتلي اقتحموا في وقت مبكر صباح اليوم قاعدة القوات الكينية في بلدة عيل عدي غرب العاصمة مقديشو واستولوا على آليات عسكرية وأسلحة وذخائر في القاعدة. أعلنت حركة الشباب الصومالية أنها قتلت أكثر من 60 جنديا كينيا أثناء اقتحامها قاعدة للقوات الإفريقية جنوب غربي البلاد. وقال الناطق باسم الحركة إن مقاتليها اقتحموا في وقت مبكر صباح اليوم قاعدة للقوات الكينية في بلدة عيل عدي التي تبعد 550 كيلومترا غرب العاصمة مغاديشو، وقتلوا هناك 63 جنديا كينيا. وصرح الناطق باسم الحركة بأن مسلحيها استولوا على آليات عسكرية وأسلحة وذخائر في القاعدة. كما نقل عن شهود عيان في البلدة أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة ليقتحم بعدها مسلح حركة الشباب القاعدة ويشتبكوا مع الجنود الكينيين. وأكد الجيش الصومالي حدوث خسائر في صفوف القوات المتمركزة بالقاعدة التي تقع عند الحدود مع كينيا دون أن يحدد حجمها. كما أكدت مصادر إعلامية صومالية سيطرة حركة الشباب على القاعدة بعد اشتباكات داخل المنشئات العسكرية
استمرت ساعات، وقد استطاعت حركة الشباب استعادة مدن وبلدات في وسط وجنوب الصومال بعدما خسرت خلال العامين السابقين عددا من معاقلها المهمة. وهجوم اليوم هو الثالث من نوعه الذي يستهدف مقرا للقوات الإفريقية بالصومال، واستهدف الهجوم السابق قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي في ولاية شبل السفلى جنوب الصومال، حيث قتل نحو 70 جنديا من القوات البرندية. نفذت الشرطة الإندونيسية اليوم عمليات دهم في أنحاء عدة من البلاد غداة موجة التفجيرات التي عاشتها جاكرتا يوم أمس، وقد حدد المحققون هوية 4 من 5 مهاجمين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة على صلة بتنظيم داعش الذي تبنى الهجمات. وكان 5 أشخاص قد نفذوا الاعتداءات بواسطة متفجرات وأسلحة نارية، فنشروا الفوضى على مدى ساعات في حي ثامرين بوسط جاكرتا الذي يمثل مركز المدينة التجاري والدبلوماسي، وقتل مدنيان في الاعتداءات فضلا عن المهاجمين 5 وبعضهم للانتحاريين. وتم التعرف على 4 من المهاجمين على ما أعلنت الشرطة الإندونيسية، والعثور على أدلة تثبت ارتباط المهاجمين بتنظيم داعش. أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل إصابة جديدة أدت إلى الوفاة بفيروس إيبولا في سيراليون التي أعلنت خلوها من الوباء في 7 من شهر نوفمبر الماضي. وبهذا الحادث يتجدد قلق القارة من عودة هذا المرض، لا يؤكد خبراء الصحة إمكانية عودته في جميع البلدان التي سجلت بها حالة من هذا المرض. بعد ساعات من إعلان القضايا على وباء الإيبولا، ها هو الداء الفتاك يطل برأسه من جديد. فقد أعلن مركز الاختبارات الطبية في سيراليون وفاة شخص مصاب بالإيبولا في إقليم تونكوليلي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت انتهاء هذا الوباء في ليبيريا وتوقف انتقاله في غرب إفريقيا. يشار إلى أن وباء الإيبولا شكل تحديا صحيا عالميا خلال السنتين الماضيتين، حيث انتشر في دول غرب إفريقيا ووصل إلى إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. أسفر رسميا عن وفاة 11,315 شخصا من أصل 28,637 إصابة، مما يجعله يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا منذ اكتشاف الفيروس المسبب له في وسط أفريقيا عام 1976. لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 27 آخرون عندما انقلبت حافلة سياحية وتدحرجت نحو أسفل الطريق في حادث مروع وقع في اليابان. الحافلة التي كانت تقل 39 سائحا وسائقين 2 متجهة إلى منتجع للتزلج قرب بلدة كارويزارا اليابانية، وقد انقلبت الحافلة وتحطمت نوافذها ولم يتسنى على الفور معرفة سبب الحادث، لكن المعطيات المتوافرة تؤكد أن السبب في الحادث يعود للأمطار الغزيرة وتراكم الثلوج في المنطقة أثناء وقوع الحادث. ونبقى الآن مشاهدين الكرام مع جديد عالم الرياضة رفقة الزميلة منام محمد بعد هذا الفاصل. وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة 8، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. مفوضية الأمن الغذائي تطلق من تجمع بورات بولاية البراكنة مشروع برنامج للدعم الغذائي لصالح 60,000 أسرة في عموم التراب الوطني. القوات العراقية تستعيد معظم حي الصوفية وسط الرمادي من تنظيم داعش، وتستعد لمهاجمة حي السجائرية شرقي المدينة. غداة الاعتداءات التي هزت العاصمة جاكرتا، الشرطة الإندونيسية تعلن توصلها لمعلومات دقيقة عن منفذي هذه التفجيرات. دمتم بأمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.